فمرة أنا كنت في بيز وقتها، جاء زميل السي نور الدين البحيري قال لي تعرف نور الدين البحيري؟ قلت له ما نعرفوش، عمري ما اسمع، عمري ما شفته، أنا أسمع به عمري ما شفته. قال تعرف شو يقول في تونس؟ قلت له ما نعرفش شو يقول. قال يقول تعرف بن حسين؟ نعرفه ضابط مخابرات. قلت له هيك يقول؟ قال لي هيك يقول. قلت له باهي يعطيه الصح. اي سيدي امشي اجا يا زمان، وامشي اجا يا زمان واجا يا زمان. في 2005 صارت اضراب الجوع اللي عملوا الاستاذ نجيب الشابي ومجموعه من المناضلين في بمناسبه هذيك قمه المجتمع المعلومات اللي صار في تونس وقتها. انا واحد باش نساند اصدقائي كما العياشي كما نجيب الشابي وغيرهم اللي كانوا مضربين على الطعام في المناسبه هذيك. دخلت لك اللي كان الاضراب الجوع معمول وقتها في مكتب العياش الهمامي. دخلت المكتب لقيت يجي 20 واحد ملتمين جاوا يتضامنوا وكذا. قالوا لي هذا سي نور الدين البحيري. قلت له اهلا سي نور الدين، اهلا سبا. قلت له والله نلوج عليك انا. قال علاه؟ كنت حبيت نشكرك. قال علاه؟ قلت له خاطر انت وصفتني بانه ضابط مخابرات فاعطيتني قدر ضابط، مانيش مخبر معناها من الدرجه السفلى وكذا. تعرف مالك بكل وقاحه لا كذب ولا حد شيء، سكت، لا اضحك اضحك. تشوفوا من الى اي درجه من الخبث، الاخرين الكل قاموا يضحكوا، انا جيب شابي وسمير ديلو وكلهم قاموا يضحكوا، وهو ضحك ضحك معاهم. انا لم يكذب لم يكذب. سي نور الدين تو عندك الدوسيات كل، طلع الدوسيات نتاعي انا، طلع الدوسيات نتاعك انت، وتو نشوف شكون اللي انظف وشكون اللي اشرف. ننتقل